السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط، معكم فاطمة حذيفة. رح نبدأ اليوم ورشة جديدة وبترول جديد. رح يكون هيدا البترون مميز كتير، هو عبارة عن نملة بس رح تكون كبيرة شوي. رح نبدأ أول شي ونعمل القدمين. عملت أنا القدم الأولى وإن شاء الله رح نعمل هلا القدم الثانية. طبعا بنحتاج لثلاث ألوان صوف، يفضل يكونوا الأنواع مثل بعض. رح نستخدم أول شيء اللون الأساسي اللي هو البيج أو البني الفاتح. رح نستخدم لون الحذاء الأحمر، طبعا هدول اللونين رح يكونوا اختياريات، واللون الأزرق رح استخدمه أعمل فيه البلوزة. هدول اللونين رح يكونوا اختياريات من اختياركم. طبعا بدنا هون سلك للقدمين، ما شرط نحط اسلاك للقدمين، بس يعني حتى نحاول انه النملة توقف بس لننتهي. طبعا بدنا هون مثل بلاستيكة او قطعة حتى نركبها بالقاعدة. سنارة، رح تكون سنارة بتناسب الخيط اللي نحن عم نستخدمه. مثلا انا استخدمت اليز كوتون جولد، راح استخدم سنارة اصغر 1.75 ومقص وفايبر، واكيد بدنا ابرة تنظيف بعد ما نخلص. عيون سيفتي ايز، راح نحكي عن المقاس بفيديو الرأس ان شاء الله. راح نبدأ هلأ بالقدم الثانية، ورح ناخد اللون الأحمر يلي هو الحذاء. رح نعمل بالبداية 6 سلاسل، هاي العدة البداية، ونعمل 6. 1 2 3 4 5، هاي 6 سلاسل، هاي 6 سلاسل. رح نترك الغرزة الأولى ورح نشتغل تاني غرزة، ورح نعمل 4 حشو. 1 2 3 4، بقي عنا الغرزة الأخيرة رح نعمل فيها تزايد سلاسل، يعني 3 حشو بنفس الغرزة. هاي 1 هاي 2، وهي الغرزة الثالثة. هيك عملنا احنا تزايد ثلاثي، ورح نشتغل على الجهة المقابلة 3 حشو. 1 2 3، كمان بقي عنا الغرزة الأخيرة رح تكون تزايد. هيك نحنا بيكون انتهى الدور معنا ب 12 غرزة. فينا نحنا نحط الماركر هون. الدور رقم 2، رح نبدأ من أول غرزة رح نعمل تزايد. هاي تزايد، رح نعمل 3 حشو. 1 2 3. هلأ وصلنا عند 3 غرز 3 حشو اللي عملناهم بنفس الغرزة. رح نعمل فوق كل حشو رح نعمل تزايد، يعني 3 تزايد. هاي أول تزايد، هاي تاني تزايد، وهي ثالث تزايد. هلا رح نعمل 3 حشو. 1 2 3، بقي عندي غرزتين رح يكونوا تزايد. هي اول غرزة تزايد، والغرزة الثانية كمان تزايد، يعني 2 تزايد. انتهي الدور معي ب 18 حشو. هلأ الدور رقم 3، طبعا ما بننسى الماركر. الدور رقم 3 بالبداية رح يكون عندي حشو تزايد. طبعا نحن فوق الحشو، فوق التزايدات رح نكفيهم تزايدات مثل ما نحن بنعرف. بعدين 3 حشو. 1 2 3، رح نعمل هلأ حشو تزايد 3 مرات. حشو تزايد أول مرة، حشو تزايد هي تاني مرة،
حشو تزايد هي تالت مرة. هلا بنعمل ثلاثة حشو، هدول الأساسيات اللي بيكونوا على الجوانب، 1 2 3. هلا نعمل حشو تزايد مرتين، حشو تزايد أول مرة، حشو تزايد تاني مرة. بهي الطريقة هيك خلص الدور الثالث معي وخلص على 24 غرزة. الدور الرابع رح نبدأ ونعمل 2 حشو تزايد، هي 1 حشو هي تاني حشو، بعدين تزايد، بعدين بنعمل 3 حشو، 1 2 3. بنعمل 2 حشو تزايد 3 مرات، 1 2 تزايد هي أول مرة، 1 2 تزايد هي تاني مرة، 1 2 تزايد هي تالت مرة، بعدين 3 حشو اللي عنا، 1 2 3 حشو، بعدين 2 حشو تزايد مرتين، 1 2 تزايد هي أول مرة، 1 2 تزايد هي تاني مرة. طبعا بالنسبة لهي القاعدة فينا نشرحها بطريقة تانية للبنات اللي ما فهموا ليش أنا عم بعمل تزايدات وحشو سوا، يعني بنقول مثلا 3 حشو تزايد، بعدين حنقول مثلا 2 حشو تزايد، ليش ما نحن قلنا 4 حشو بعدين تزايد؟ هلا نحن عنا بدينا ب6 حشو، 6 سلسلة عفوا، 1 2 3 4 5، هي 6 حشو. هيك بدينا نحن ب6 حشو، رح نعتبر نحن انه الماركر هون، تمام؟ هيدا الماركر. هلا نحن تركنا اول غرزة، من تاني غرزة احنا اشتغلنا حشو 2 3. انا هون بقي عندي 4 حشو اشتغلنا بالبداية، بقي عندي غرزة، هاي الغرزة نحن عملنا فيها 3 حشو بنفس الغرزة، يعني 1 2 3، 1 2 3، هدول 3 حشو بنفس الغرزة. بعدين نحن حنكمل بالجهة المقابلة، عملنا 1 2 3، عملنا هون تزايد ثنائي، يعني بس 2. رجعنا نحن وصلنا عند الماركر، وهيدا الدور الأول اللي انتهى معنا ب 12 غرزة. نحن رح نشتغل الدور الثاني، بالدور الثاني هون رح نوافق التزايدات اللي فوق مع التزايدات اللي تحت، فأول غرزة اللي معنا هي رح نشتغل فيها تزايد، الغرزة الثانية رح نشتغل حشو، اللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو، 3 تزايد حنشتغل فوق كل حشو منهم، رح نشتغل تزايد. نرجع هدول 3 حشو هدول ثابتين على طول، نشتغلهم 3 حشو. كان عنا آخر تزايد رح نشتغله 2 تزايد، هي أول تزايد وهي تاني تزايد. هيك بيصير عنا 3 تزايد مع 3 تزايد من فوق. هيك انتهى الدور معنا هون ب 18 حشو. حنبدأ الدور اللي بعده، رح نشتغل بأول تزايد معنا، رح نشتغل بالغرزة الأولى حشو والغرزة الثانية تزايد، حنشتغل بعدين 3 تزايد اللي معنا كل غرزة هون، رح نشغل حشو تزايد أول مرة، حشو تزايد تاني مرة، حشو تزايد تالت مرة، حنشتغل 3 حشو، بعدين عنا بالتزايد رح نشغل حشو تزايد حشو تزايد. احنا مثل ما بنعرف الحشو تزايد هدول التزايدات المتتالية، التزايد بيكون بالغرزة الأخيرة، تمام؟ هيك انتهى هيدا الدور معي ب24 غرزة. حننتقل للدور الرابع، بنعمل حشو حشو، بعدين الغرزة الأخيرة حتكون تزايد، بعدين 1 2 3 حشو الأساسيات، حشو 2 تزايد، 2 حشو تزايد هي مرتين، و2 حشو تزايد هي ثالث مرة. حنشتغل 3 حشو الأساسيات اللي معنا، وبعدين رح نكفي حشو 2
تزايد حشو 2 تزايد بهذا الشكل. هي وهي هي القطعة اللي احنا اشتغلناها عنا، هي هي نفسها. انتو فيكم تعدوا، فيكم ترسموها وتمشوا عليها. نحنا لهيك حتى ما نتخربط هدول، منقول هدول التلاتة هني الأساسات اللي حنشتغلهم كل مرة. التزايد بنبدأ فيه مثل التزايد المتتالي، يعني أول مرة حتكون غرزي، بعدين حتكون تزايد، بعدين حشو تزايد، بعدين 2 حشو تزايد، وهكذا. طبعا هي القدم فيكم تشتغلوها بكتير بترونات، يعني ما بس مثلا هي تابعة لهيدا البترون، لا فيكم تستخدموها ببترونات تانية. وطبعا فيكم تغيروا البداية حسب ما انتو بتكون حجم اللعبة، ممكن انتو تعملوها أصغر، ممكن انتو تعملوها أكبر. بتكون تغيروا البداية هي، وهيك يعني فيكم انتو من هون هي التجارب كلياتها فيكم تقدروا من خلالها لحتى تعملوا انتو بتروناتكم اللي بدكم ياها. حنكفي هلأ بالقدم. هاي القطعة عندي هلأ، القطعة البلاستيكية اللي أنا قصيتها فيني أنا ثبتها هون بهي الطريقة. طبعا رح نعملها نقصها أصغر من المقاس اللي احنا مقاس القطعة اللي احنا اشتغلنا عليها. فيكم تثبتوها بشوية سيليكون، هاي الطريقة. فينا هلأ نثبت هاي القطعة، كمان فيكم تثبتوها بالسيليكون بالبداية. رح اشتغل انا ادوار الثبات وبعدين رح اثبتها. هلأ نحن عنا 30 حشو، هلأ عنا 4 ادوار ثبات بس. الدور الاول يلي هو هلأ الدور الخامس رح نشتغله على الباك لوب، يعني رح نترك الحلقة الامامية ونشتغل على الحلقة الخلفية. للي ما بيعرف الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، الحلقة الامامية من الغرز يلي بتكون مقابلي انا، هي الغرز يلي بتكون مقابلي انا، والحلقة الخلفية اللي بتكون مقابل من جهة الشغل، هي هي يعني نحن هلأ رح نترك الحلقة الأمامية ورح نشتغل بس على الحلقة الخلفية. رح نشتغل 30 حشو، هي أول غرزة، هي الحلقات الأمامية ضليت، بهي الطريقة رح اشتغلون. هاي الدور الخامس بيكون بس على الباك لوب. الدور السادس والسابع والثامن رح يكونوا ادوار ثبات بنشتغلون على الحلقة كاملة، يعني الحلقات الخلفية والامامية سوا على الغرزة كاملة. يعني عنا هلأ 4 ادوار ثبات رح اشتغلهم انا ورا الكاميرا وارجع لكم. هيك انا خلصت ادوار الثبات وحطيت السلك هيك بهي الطريقة، فينا ثبته. هلا رح نبدأ ونعمل تناقصات. رح نبدأ بالبداية ونعمل 8 حشو. بداية الدور، هيدا الدور عندي رقم 9، 1 2 3 4 5 6 7 8. هلا احنا رح نعمل 6 تناقصات، رح نبدأ فيهم من هون. رح يكونوا 3 تناقصات من هاي الجهة و3 من هاي الجهة. طبعا انتو زبطوهم على العدة إذا ما طلعوا مزبوطين. 1، هي أول تناقص، ثاني تناقص، ثالث تناقص،
رابع تناقص. هاي خامس تناقص. وهي سادس تناقص. هلا رح نعمل 8 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 بقي عندي غرزتين رح يكونوا تناقص. هاي الطريقة. هلأ بقي معي 23 غرزة. هذا الدور بينتهي معي ب23 غرزة. هلأ وصلنا عند الدور رقم 10. رح نشتغل بالبداية 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7. بنعمل 4 تناقص. 1 2 3. وهي الأربعة. رح نشتغل 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7. عفوا هي 8 حشو. نشتغل 8 حشو. هلأ عنا الدور رقم 11. رح نشتغل بالبداية 7 حشو. 1 2 3 4 5 6. وهي 7. نشتغل 2 تناقص. هي أول تناقص. ثاني تناقص. رح نشتغل 6 حشو. 1 2 3 4 5 6. ببقي عندي غرزتين رح يكونوا تناقص. هيك نحن صار معنا 16 حشو. 16 حشو. هلأ نحن بدنا نغير اللون. طبعا ما بننسى الحشي. بدنا نحشي مزبوط كتير. بدنا نحاول نعبي كل الأماكن. وأكيد بدنا نحاول نطلع الطرفين القدمين مثل بعض. هلأ من آخر غرزة معي أنا. طبعا ما رح فك الغرزة كلها. رح فك بس العقدة الأخيرة. هيك. ورح انا ركب الخيط الثاني بهي الطريقة. هلأ رح نشتغل نحن. هلأ عنا 16 حشو. رح اشتغل 16 حشو بس رح اشتغلون على اللوب الخلفي. رح اترك اللوب الامامي. هي اللوب الخلفي. نترك اللوب الأمامي. خمسة عشر. هاي الأخيرة 16. هيك انتهى معي أول دور. فيني هلأ أنا أصل خيط اللون الأحمر. هلأ عندي أدوار 7.
من الدور رقم هي الدور اللي هيدا اللي اشتغلته على الحلقات الخلفية هو الدور رقم 12. هلأ عندي من الدور رقم 13 للدور رقم 40 رح يكونوا أدوار 7، يعني تقريبا معناه 27 دور رح يكونوا أدوار 7 على 16 غرزة. طبعا بننتبه للحشي مزبوط، بدنا نحاول السلك يكون بالمنتصف، رح نحشي داير السلك مثل ما نكون شايفين، رح يكون الحشو داير السلك. وكل ما اشتغلتوا سطرين ثلاثة أربعة فيكن تحطوا حشو، خلوا الحشي يكون معبى الأماكن كلها. رح خلص أنا هدول الأدوار والكاميرا وأرجع لكم. هيك بكون أنا خلصت القدم الثانية، هي صار معنا القدمين الأولى والثانية. فيني أنا أقص الخيط من القدمين لأنه رح يكونوا جزء لحالهم، يعني نحنا رح نوصلهم بالجسم. هيك بكون أنا خلصت الفيديو ووصلنا للنهاية. بتمنى يكون شرحي عجبكم، بتمنى يكون الباترون واضح. لو عندكم أي سؤال فيكم تكتبوا لي إياه بالتعليقات، إن شاء الله أنا بجاوب عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.